هي زيارة للمستقبل من أجل بناء علاقات متينة بين جارين يجمع بينهما التاريخ والجغرافيا، وعلاقات سياسية اجتماعية واقتصادية. هذه الزيارة الرسمية الأولى لوزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني تميزت باستقباله من طرف العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، لقاء يحمل أكثر من دلالة. كان استقبالا رائعا، وهو يدل على اهتمام إسبانيا بهذه الزيارة وبالعلاقات بين البلدين، وقد حملت له سلام وتحيات جلالة الملك محمد السادس وإرادة جلالة الملك محمد السادس لتطوير العلاقات بين البلدين، كما طلب مني أن أحمل إلى جلالة الملك محمد السادس تحياته، وقد شملت العلاقات المقاربة العامة للعلاقات بين البلدين وبين الشعبين، وكون وضرورة الجهود وتعميق تطوير هذه العلاقات. كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مع رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي، حيث بحث الجانبان الإطار التعاقدي الجديد الذي سيدشن للشراكة المتقدمة بين المغرب وإسبانيا. كما كان لوزير الشؤون الخارجية والتعاون لقاء مع رئيس البرلمان الإسباني خيسوس بوسادا، حيث تباحث الطرفان حول إمكانية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين. ومع وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبيل الدعوة إلى إعادة تفعيل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما تطرق الجانبان إلى تجربة المغرب الإيجابية في ظروف إقليمية صعبة، واتفقا على الإعداد للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد نهاية العام الجاري. زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ولقائه مع صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس ورئيس الحكومة والمسؤولين الآخرين يدل على إرادة التقارب وتوطيد أواصر الصداقة، مما يفتح آفاقا أخرى للعلاقات المغربية الإسبانية. نعتزم إنجاز مشاريع استثمارية جديدة، كما سنساعد المغرب لدى الاتحاد الأوروبي لكي يحظى بمكانة أرقى من الوضع المتقدم الحالي. ناقشنا أولا مشاورة سياسية وضرورة الحرص على أن تكون آلية المشاورة السياسية، وهي اللجنة العليا المشتركة منتظمة،
ناقشنا الجوانب المرتبطة بالاقتصاد والشركة الإسبانية في المغرب والمغاربة المقيمين في إسبانيا وكيفية توطيد العلاقات أكثر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المبادلة التجارية. ناقشنا الجانب الثقافي وضرورة العمل على توطيد العلاقات الثقافية وتطويرها في المستقبل، وناقشنا أيضا الملفات الأمنية بين البلدين. ونحن نعرف أن هناك ملفات كثيرة من مثل الهجرة السرية وتهريب المخدرات والأسلحة وأيضا مجموعة من الإشكالات الأخرى، وسيتم العمل على حل هذه الإشكالات ومناقشتها من جديد في المستقبل. هذه الزيارة الأولى لوزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني إلى إسبانيا كانت حافلة باللقاءات، لقاءات تجددت من خلالها رغبة البلدين من أجل تعزيز سبل التعاون بينهما في شتى المجالات والعمل المشترك من أجل تذليل الصعوبات المطروحة عليهما. من مدريد المختار النيابي وسمير بركة للأولى.